نروح طبعا لنجم اصغر لاعب في الفريق كابتن ياسين محمد او يسو ولا ياسو؟ ياسو ياسو. طيب كابتن، اول سنه ليك في الفريق الاول؟ اول سنه وبالصدفه الحمد لله. بالصدفه. طب تعال بالراحه كده نروح معاك، انت مواليد كام؟ 2004. 2004. احنا بنقعد نتكلم على برشلونه بيلعبوا لعيب 2004 في الطايره، ده عادي في الطايره مواليد 2004 ان يعني لعيب؟ هو بره عادي، هنا في مصر لا. يعني ما حصلتش قبل كده ان لعيب بيكون صانع الالعاب يعني في الماتشات المهمه والمؤثره ان تكون انت؟ ما حصلتش. ما اظنش. هو ممكن يا كابتن خالد بتحصل، بس هو بيدخل ساعتها واحده واحده يعني. بس هو الميزه في ياسو ان هو دخل، فهو شال ماتشات الدوري والكاس لوحده طبعا بمسانده احمد فتحي. كابتن اشرف اعتزل. كابتن اشرف كابتن اشرف حسن اعتزل. اعتزل حاجه 46 باين حاجه، ما شاء الله 47 سنه. بس ده لعيب تاريخ، ده صانع العاب تاريخي برضه. فهي الميزه في ياسو ان هو دخل ما شاء الله في السن الصغير ده، وقدر يشيل ماتشين الدوري، بطولتين الدوري والكاس، وبي ربنا وفقنا مع وجود احمد. ومين مع ياسين في المركز صانع الالعاب؟ كابتن احمد، كابتن احمد فتحي، وكابتن اشرف الهاني، وكابتن زياد. بس انت في الماتشات الاخيره اعتمدت اكتر على ياسين. على ياسين. ما كنتش ياسين متخوف من المسؤوليه دي؟ لا، هو انا الصراحه الجهاز الفني كله واللعيبه كلها كانت في ظهري، والجمهور كل الناس الصراحه كانت في ظهري. وانا الحمد لله كنت لاعب منتخبات قبليها ولعبت ماتشات كبيره قبل كده، فالحمد لله يعني. وكان في توتر بس يعني اللعيبه كلها كانت شايلاني والجهاز الحمد لله يعني. طب ياسين، عايز اسالك سؤال. ده في كوره انت جبتها في الماتش اللي فات تقريبا، كان حائط صد صح؟ بلوك. بلوك كده 10 10 تقريبا. من انت مش ما اعتقدش مش دورك بلوك قوي صح؟ ايوه. بس عايز اسالك، ازاي انت كنت لعيب في النادي الاهلي وسنوات طويله والنادي الاهلي استغنى عنك؟ يعني هو كان كل سنه بيبقى فيه مشاكل من اولياء الامور عشان ما كنتش عضو وكنت كابتن الفريق. كلام جد والله؟ والله. يعني اولياء الامور يقولوا ابني يلعب، انا ابني عضو. ده لازم العضو يمشي، كانه يعني بيفرض سلطته على الاداره يعني. ده لازم. اللعيبه ذات نفسها نفسيا كانت من اولياء الامور بتبقى من ناحيتنا وحشه، يعني النادي بتاعنا انت جاي هنا لا مش يا راجل. مكانك الكلام ده كله. ايوه، بس ربنا سبحانه وتعالى يعني طول عمر الموهبه هي اللي بتفرض، يعني مفيش حاجه اسمها واحد مشترك في نادي واحد مش مشترك في نادي. يعني في حاجه، انا موهبتي اعلى من ابنك، او انا موهبتي اعلى من الاصح العضو. ده ما كانش بيمشي. انا وانت كنت الاساسي في الاهلي؟ انا كنت بلعب الحمد لله، بس ما كنتش بصير كمان، كنت ضرير. لا والله، انت تحولت من انا هنا غيرت مركزي في الزمالك. يعني او انت بقيت بصير في نادي الزمالك؟ في ال 15. يا انت جيت الزمالك عندك كام سنه؟ كان عندي 15 سنه تقريبا. طب وتحولت بقى من الاهلاوي للزملكاوي ولا ايه؟ لا، الحته اللي انا فيها انتميت فيها طبعا. خلاص بقى زملكاوي دلوقتي. بعد اللي حصل اكيد هبقى زملكاوي. طيب يعني حسيت ان انت اتظلمت يعني؟ انا اتظلمت، بس الحمد لله يعني ربنا عوضني. انا لو حد قال لي من 5 سنين ان ده كله ده هيحصل لو مشيت، انا ما كنتش اصدق. الحمد لله ربنا عوضني وكرمني اخر كرم الحمد لله. النهارده انت واخد بطوله دوري وكاس بطوله الجمهوريه 19 سنه، بطوله الجمهوريه، واخد وافريقيا مع المنتخب تحت 21، وافريقيا مع المنتخب تحت 21، واخد دوري وكاس مع الزمالك فريق اول، وفرقتي واخد الجمهوريه.